بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العلي العظيم. ساعة صنعت قبل ما يقارب من 80 عاما، وبيعت في وقتها بمبلغ كبير جدا، بيعت $15,000. هذا المبلغ في ذلك الوقت قبل تقريبا 80 سنة كان يكفي لشراء عشرات المنازل، عشرات البيوت، لعله أكثر من 50 بيتا كان يشترى بهذا المبلغ. بعد فترة مات، انتهى كل شيء في حياته الدنيوية، فبيعت هذه الساعة والثاني أيضا مات، فبيعت ثالثة ورابعة وخامسة. قبل سنوات قلائل، لعله أقل من 10 سنوات، بيعت هذه الساعة بمبلغ $24 مليون. ولا أحد يعتبر، مات ذاك مات، الثاني مات، الثالث مات، الرابع مات. أغلى ساعة في العالم. ثري آخر اشترى أغلى سيارة في العالم. سيارة اشتراها وزينها بقطع من الماس والأحجار الثمينة الكريمة، ملأ المظهر الخارجي للسيارة، ملأها بقطع الماس، ليست قطعة واحدة، ملأ الواجهة الخارجية للسيارة حتى وسط الإطارات قطع ماس وأحجار ثمينة. صرف على هذه السيارة $48 مليون. أغلى يخت في العالم اشتراه شخص بما يقارب من $500 مليون. ثري آخر اشترى قطة $5 ملايين. قطة.
جنون الإسراف، جنون البذخ. هذا ليس إسرافا عاديا، هذا جنون، هذه درجة من درجات الجنون أو درجة من درجات السفاهة في الإسراف. ومن أغرب نماذج الإسراف أصلا وصلوا إلى درجة لا يعرفون كيف يسرفون، يريد أن يسرف لا يعرف كيف يسرف، يريد أن يسرف إسرافا مميزا. من أغرب مظاهر الإسراف دورة مياه أجلكم الله مصنوعة بالكامل من الذهب الخالص، ناهيك عن قطع الماس والأحجار الثمينة المستعملة في تزيين دورة المياه هذه، الذهب فقط، الذهب الذي استعمل في دورة المياه هذه 380 كيلو ذهب خالص، يعني أكثر بحسابنا اليوم أكثر من 14 مليون دولار فقط الذهب في ذلك البلد. هذا المبلغ، مبلغ الذهب فقط، يكفي لشراء أكثر من 200 منزل جيد، لا منزل عادي، منزل جيد. دورة مياه، وهذه النماذج بدأت تنتشر، يتفاخرون يتباهون بهكذا إسراف جنوني، يتباهون بهذا الجنون، جنون. أنا لا أسميه جنونا، الأثرياء الذين ثروتهم أكثر من هؤلاء يسمون هذا التصرف جنونيا. تريد أن تشتري دارا، اشتري دارا فخمة غالية لا بأس، ولكن شيء تستفيد منه. تشتري دارا ب400 مليون دولار، ما الذي تريد أن تصنع في هذه الدار وكل عائلتي 4 أشخاص فقط؟ في بلد فقير، فقير لعله أكثر من 70% 80% من الناس تحت خط الفقر يعيشون في الهند، منزل شخصي لنفسه ب400 مليون دولار. حتى الأثرياء أصحاب المليارات يعتبرون هذا التصرف تصرفا جنونيا. هذا الإنسان إنسان غير طبيعي. هذه السيارة بهذا المبلغ الشخص يتمكن أن يركب فيها، يسير فيها في الشوارع؟ غير ممكن أصلا، مليئة بقطع الماس. نماذج ونماذج، القضية أصبحت شبه مألوفة لأسماعنا. طبعا الإنسان العاقل الوزين سواء كان أثرى من هؤلاء أو أقل ثروة من هؤلاء يعتبر هذه التصرفات تصرفات لا عقلانية، تصرفات يستهزأ بعقول هؤلاء. بالفعل من حقنا أن نستهزأ بعقولهم، ولكن هؤلاء يسرفون، أنا ما عندي إسراف؟ في حياتنا لا يوجد إسراف؟ إسراف مثل هؤلاء الحمد لله رب العالمين لا يوجد في حياتنا، الحمد لله
لأن الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين ما أعطانا هكذا ثروة، الحمد لله من نعم الله عز وجل أن الإنسان لا يعطى ثروة لا يتحملها، هذه نعمة كبيرة من الله عز وجل على الإنسان. ولا لعل البعض كان يصبح مثل هؤلاء. هكذا إسراف لا يوجد في حياتنا. هذا الإسراف الذي عندهم هذا ليس إسرافا، هذه جريمة. هذا الإسراف يميت القلب إماتة كاملة. هذا الذي يسرف هكذا إسراف قلبه انتهى خلاص، لا أمل في قلبه خلاص. هذا الشخص من الممكن أن يرجع أبدا، مستحيل، إلا أن تحصل معجزة، نبي من الأنبياء، وصي من الأوصياء، يريد أن يقلب قلب شخص، ممكن. بدون معجزة القلب ميت انتهى. أصلا تصور هذا الإسراف مقزز. يعني أنت تصور أنك تملك أجلكم الله دورة مياه مصنوعة من الذهب الخالص، أصلا حالة نفسية تحصل للإنسان من تصور هذا الوضع. يعني أن تكون أنت مكان هذا الشخص، ما الذي يحصل بك؟ أن تملك سيارة مرصعة بالكامل بالماس، أصلا تصوره متعب للقلب. تصوره أن أملك أنا مثل هذا الشخص، أملك ساعة 24 مليون دولار، واقعا متعب. قلوبهم انتهت. لعل الشخص الذي يقتل إنسانا بريئا قلبه لا ينتهي مثل هؤلاء. هؤلاء قلوبهم انتهت، ميتة تماما. هذه التصرفات تميت كليا، لا تبقى ذرة حياة في القلوب خلاص. نحن ما عندنا هذه المشكلة ولله الحمد، ولكن أقول كنسبة، لا كجريمة، لا كعمل حرام بهذه الشدة. هذه من أشد المحرمات، هكذا إسراف من أشد الكبائر، لا كحكم شرعي، ولكن كنسبة عندنا هكذا إسراف أم لا؟ يعني الشخص يملك 10 مليارات دولار، 10 مليارات دولار يملك، يصرف نصف مليار في شراء يخت، يعني 5% من أمواله، صحيح؟ نصف مليار بالنسبة إلى 10 مليارات، 5%. أنا إذا أملك 1000 دينار أصرف 50 دينارا في شيء تافه إسرافا أم لا؟ لا أقول كحكم شرعي، ذاك من أشد المحرمات هذا الإسراف، لعله أحيانا لا يكون محرما، يكون مكروها، أحيانا يكون محرما لا من تلك الدرجات العالية من الحرام. كحكم شرعي لا، كتأثير على إماتة القلب لا، ولكن كنسبة أقول يوجد مثل هذا الإسراف في حياتنا أم لا؟ شخص يملك 10,000 دينار إذا أسرف بشراء شيء ب500 دينار نفس النسبة، كنسبة نفس النسبة 5%. هذا موجود في حياتنا أم لا؟ يأسف الإنسان أن يقول نعم موجود في حياة بعضنا، ليس عدد كبير ولكن موجود في حياة بعضنا. لا ذاك إسراف، ذاك يملك أموال كثيرة يسرف هكذا إسراف، أنا أملك أموال قليلة أسرف أم لا؟ ثم أنت تستغرب من ذاك الإسراف، الفقير الشديد الفاقر يستغرب من إسرافنا أيضا. أنا عندي 500 دينار ليس شيئا مهما، الفقير الشديد الفاقر 500 دينار بالنسبة إليه مبلغ كبير جدا. 500 دينار اليوم تكفي لمصرف عائلة، لا شخص، عائلة لمدة سنة كاملة، لا العائلة التي تريد أن تأكل خبزا يابسا، خبز ملح، خبز جبن، لا، حياة فقيرة عادية. أنا عندي 500 دينار لا شيء،
الفقير ينظر إلى هذا الإسراف بخمسمائة دينار كما أنظر أنا إلى ذاك الإسراف. أنا أستغرب، ذاك يصرف مبالغ كبيرة، ملايين الدولارات في شيء إسراف، أنا إذا أصرف نفس الشيء، نفس المعادلة عند الفقير، نفس المعادلة. عندي سيارة جيدة مريحة جميلة، نزل موديل جديد فقط، لا سيارتي متعبة، لا سيارتي تأخذ من وقتي الكثير في التصليح، لا سيارتي غير جميلة، لا سيارة جميلة جيدة، اشتريتها قبل 3 سنوات 4 سنوات مثلا، الآن نزل موديل جديد، خلاص أبيع سيارتي لأشتري موديلا جديدا من السيارة فقط، لأنه موديل جديد، لأنه شيء قليل أجمل من الموديل السابق فقط. هذا ليس إسرافا؟ أخسر 1000 دينار 2000 دينار أكثر أقل. هناك 3 كلمات: الصرف الأكثر من اللازم، الإفراط في الصرف يسمى إسرافا، التفريط في الصرف لا يصرف يسمى إقتارا، الحد الوسط بينهما يسمى اقتصادا، اقتصاد بالمعنى اللغوي للاقتصاد لا بالمعنى الشائع اليوم بيننا، أو يسمى قواما. الاقتصاد يعني الحد الوسط، يعني الاعتدال، هذا يسمى اقتصادا في اللغة العربية. القوام يعني العادل. الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية يبين الفئات الثلاثة من الناس، الفئات الثلاثة من الناس، يقول بالنسبة إلى المؤمنين من صفات المؤمنين: والذين إذا أنفقوا، أنفقوا يعني صرفوا أموالا، أنفقوا في شؤونهم الشخصية، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الاقتصاد أو القوام، ما هو معنى الاقتصاد؟ ما هو معنى الإسراف؟ ما هو الإسراف؟ الإسراف مقابل الاقتصاد. المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه أحد كبار فقهاء تاريخ الشيعة، شخصية مرموقة جدا في الفقه، عنده كتاب اسم الكتاب عوائد الأيام، كتاب فقهي استدلالي بمستوى راقي. في هذا الكتاب عنده باب عن الإسراف، خلاصة ما يقول في تفسير الاقتصاد الذي هو مقابل الإسراف، ألخص لكم كلامه، هو يقول بتفصيل طبعا أن الاقتصاد هو الشيء، هو الصرف الذي يتضمن 3 أشياء 3 شروط، إذا اجتمعت هذا العمل يكون اقتصادا، هذا لا يكون إسرافا. أولا أن لا يكون إتلافا للمال. إتلاف المال يعني ماذا؟ يعني أخذ قطعة ذهبية ألقيها في البحر، هذا إتلاف المال. يعني أخذ مجموعة عملات أحرقها، هذا إتلاف. هذا الإتلاف غير موجود في حياتنا. للأسف أقول هناك أشكال من إتلاف المال عندنا، لا أريد أن أذكر نماذج موجودة حتى للأسف أقول بالنسبة إلى بعض المؤمنين، نسميها بتسميات ثانية، ولكن إتلاف، إتلاف محض للمال، ليس بهذه الطريقة، بطرق ثانية لا علينا. أولا الاقتصاد ما هو؟ هو الذي هو الصرف الذي لا يكون إتلافا للمال، هذا أولا. ثانيا تكون هناك حاجة للشخص في هذا الصرف، نشتري من غير حاجة أم لا، هذا أكثر.
الأول موجود، الإتلاف موجود، الإتلاف الذي يسمى بالتبذير، هذه درجة عالية من الإسراف، هذا موجود، فكيف بشراء شيء لا نحتاجه؟ موجود أم لا؟ الاقتصاد أولا أن لا يكون إتلافا، ثانيا أن تشتري شيئا تحتاجه، حاجة، يلزم أن تكون هناك حاجة، عندك سيارة، عندك سيارتين، ثلاث سيارات تحتاج، أربع سيارات تحتاج عندك، لماذا تشتري الخامسة؟ لأنها سيارة جميلة فقط، من دون حاجة، ما عندك حاجة، تحتاج ثلاث سيارات، عندك ثلاث سيارات، تحتاج خمس سيارات، عندك خمس سيارات، زائد عن الحاجة. أن لا تكون إتلافا، أن لا يكون الصرف إتلافا، أن يكون لحاجة، ثالثا أن يكون بمقدار حالك لا بمقدار مالك. لو ملكت أموال الدنيا تشتري شيء بمقدار حالك، حاجة بمقدار حالك، بمقدار حالك عند من؟ عند المسرفين؟ لا، هذا بمقدار حالي، هذا الذي اشترى سيارة $48 مليون بمقدار حاله، عنده مليارات يشتري هكذا سيارة لأنه يتعامل مع أصحاب المليارات، يلزم أن تكون له أشياء ثمينة جدا مثل هذه السيارة، هذا بمقدار حاله؟ لا، بمقدار حاله لا عند العقلاء، بمقدار حاله عند المسرفين. نعم، المسرفون يعتبرونه بمقدار حاله، بمقدار حاله عند العقلاء، حتى من هو أثرى منه يقول هذا التصرف غير صحيح، اشتري سيارة تركب فيها تستفيد منها. المسرفون يعتبرون لا، أنا أتعامل مع الناس الأثرياء، أنا وضعي وضع يقتضي أن ألبس دشداشة من 10,000 دينار، من 3,000 دينار، أنا أتعامل مع التجار. حتى لو كنت تتعامل مع التجار، أنت تحتاج دشداشة جيدة مريحة، أصحاب المليارات يلبسون ملابس عادية، لا أقول عادية رخيصة، ملابس عادية بدينار، دينارين، 3 دنانير، 5 دنانير، 10 دنانير مثلا، يلبس ملبس 50 دينار، من 100 دينار، لا يلبس ملابس من 1,000 دنانير، عنده مليارات. لو كان عندك مليارات يلزم أن تصرف بمقدار مالك لا بمقدار حالك، شأنك يقتضي أن تلبس ملابس إجمالا فاخرة، تتمكن أن تلبس ملابس من خيوط ذهبية يلزم أن تلبس، لا، هنا مفهومان خاطئان. المفهوم الأول، من دون حاجة نصرف، عندي أموال يلزم أن أشتري أشياء ثمينة لأنه عنده أموال فقط لا لأي شيء آخر، أكثر من حاجتك أو بشكل آخر، حاجتك سيارة، عندك سيارة، اشتري سيارة 100,000 دينار، 50,000 دينار، سيارة فخمة، تشتري سيارة ترصعها بالألماس، يعني ماذا؟ ما الذي تريد أن تقول؟ لأنه أموالك كثيرة، هذا المفهوم خاطئ، لأنه عندي أموال أصرف، هذا المفهوم خاطئ، لأنني أحتاج أصرف، هذا المفهوم الصحيح، هذا المفهوم الخاطئ الأول، عندي أموال يلزم أن أصرف، هذا مفهوم خاطئ. المفهوم الخاطئ الثاني، أموالي لي، هذا خاطئ، من قال لك أموالك لك؟ الله عز وجل أعطاك الأموال، لنفرض أنها من مصادر محللة إن شاء الله، أعطاك أموالا من مصادر محللة لكي تصرفها لنفسك، لا، لكي تصرف جزءا منها لنفسك وجزءا منها لغيرك، يقول دهن في مكبتنا، غلط، من قال دهن في مكبتنا؟ الله أعطاك المال جزء منه في مكبتك،
جزء آخر لغيرك، محتاجين غير محتاجين، هدايا للآخرين. أصلا جزء المال يلزم أن يصرف لغيرك، المال الذي في يدك. مفهوم خاطئ أن الإنسان يصرف أمواله لنفسه، لا، من أول ما تحصل على مال، لو دينار لو مليون دينار، اعرف أن الدينار جزء منه لك جزء منه لغيرك. أقرأ لكم أحاديث شريفة. هذه الأحاديث منتخبة من أحاديث مرتبطة بموضوع الإسراف، تكشف هذه الأحاديث الشريفة جوانب من الإسراف. الحديث الشريف الأول عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. إن مع الإسراف قلة البركة. لماذا عندنا مشاكل عائلية؟ لماذا عندنا مشاكل اجتماعية؟ شيء الله عز وجل بصريح العبارة يقول أنا لا أحبه، إنه لا يحب المسرفين. كم آية وردت في القرآن الكريم تبين بكل وضوح أن الله عز وجل هذا الشيء لا يحبه وأنا أفعله، أريد البركة في حياتي، أريد أن لا تحصل مشاكل اجتماعية مشاكل عائلية. طبعا تحصل، طبعا البركة تذهب، البركة تذهب. ما الذي يأتي مكان البركة؟ المشاكل. حديث شريف آخر حتى تتضح صورة الإسراف عندنا شيئا ما، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يكون للمؤمن 10 أقمصة؟ ممكن يعني هذا صحيح أن يكون للمؤمن 10 أقمصة؟ قميص، هذا شيء صحيح؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم لا بأس ليكون عنده 10 أقمصة، ليست مشكلة. يحتاج 10 أقمصة ليكون عنده. قلت 20؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم ممكن لا بأس يعني. قلت 30؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. يحتاج شخص لا يحتاج 30؟ لا يحتاج، إسراف. شخص يحتاج 30 قميص؟ لا بأس. قلت 30؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ليس هذا من السرف، إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك. ملابس جيدة من الممكن أن تلبس في أماكن جيدة لأنك عندك أموال، هذه الملابس رخيصة كانت بالنسبة لك، تلبسها في أماكن بذلتك في الأماكن العادية عندما تريد أن تعمل. طبعا الملابس لا تبقى بتلك الدرجة من النظافة لأنها رخيصة، ملابس جيدة لا بأس بها. هذا الإسراف، هذا كنموذج من الإسراف الإمام عليه الصلاة والسلام يبين ليس هذا من السرف، إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك، هذا الإسراف. حديث شريف آخر في كتاب من لا يحضره الفقيه روى الأصبغ ابن نباتة عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال للمسرف 3 علامات. نماذج الإمام يذكر، أو النماذج الأكثر انتشارا لعله، للمسرف 3 علامات. يأكل ما ليس له، ما ليس له يعني ما لا يعني ما ليس مناسبا لحاله، ما ليس مناسبا لشأنه، لأنه يأكل أموال الناس ذاك ليس مسرفا، ذاك متعديا على حقوق الناس. المسرف هو الذي يأكل ما ليس له. أنت تحتاج طعاما صحيا لذيذا، لا تحتاج طعاما صحيا لذيذا جدا، لا بس كل طعاما صحيا لذيذا، لا، لأنني بمستوى معين اجتماعي يلزم أن أذهب إلى المطعم الفاخر الكذائي. لماذا؟ يأكل ما ليس له. تريد طعاما يشبع بطنك يشبع جوعك
وهذا الطعام يكون صحيا ولذيذا، كل أفضل الأطعمة، ألذ الأطعمة، لا بأس. لماذا تصرف هذا الأموال الكبيرة فقط وفقط لأن هذا الطعام في المطعم الكذائي؟ يأكل ما ليس له، أي ما لا يليق بحاله. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية، ويشتري ما ليس له. عنده أموال يشتري ما ليس له، تكفيك سيارة معينة، تكفيك ملابس معينة، تكفيك تسد حاجتك. أحد المؤمنين غير موجود هنا، ولعله صوتي لا يصل إليه، هو قال لي، قال أنا عندي ملابس لا أحصيها، ليس كبت واحد، مجموعة كبتات، كلما أذهب إلى السوق عندي هواية شراء ملابس وأرتبها، لعله 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 أكثر من عدد أيام السنة عند ملابس، أرتبها بالترتيب ألبس هذا التيشيرت مثلا، ألبسه اليوم سوف لا ألبس هذا التيشيرت إلا بعد سنة، لأنه بالترتيب كلما ألبس شيئا يغسل يكوى يجعل في مكان، هكذا بالترتيب ألبس. ما الذي تسمي؟ لا لأنه يحتاج، يحب شراء ملابس، ذاك يحب شراء ساعات، فقط يحب. القضية ليست حاجة. الإمام عليه الصلاة والسلام، مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول من علامات المؤمن، من علامات المسرف، للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، يشتري ما ليس له، يلبس ما ليس له. هذه علامات المسرف. حديث شريف آخر، قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذه الأحاديث متعبة طبعا، متعبة، نحن متعبون، الحديث نور، نحن نرى هذه الأحاديث نستغرب. قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، أدنى ما يجيء من حد الإسراف، أقل شيء إسراف ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام، إبذالك ثوب صونك، شرحنا هذه العبارة، وإهراقك فضل إنائك. شربت ماء، نصف الكأس موجود، لماذا ترمي هذا النصف؟ ممكن أن يستفاد منه، اجعله بعد ساعة تعطش اشرب. نصف كأس ماء، ما هي قيمته؟ في رواية شريفة، مضمون رواية شريفة، كثرة صب الماء إسراف، حتى لو كنت على البحر على النهر، من النهر تأخذ، واحد شخص كان يتوضأ يكثر من صب الماء، لعله النبي صلى الله عليه وآله قال هذا إسراف. مضمون الرواية الشريفة، أنا على الماء أصوب والماء ينتقل، حتى هذا إسراف. أنت تحتاج كفا واحدا للوضوء، لماذا تأخذ ثلاث أكف للوضوء؟ إسراف. عندنا ماء كثير، حتى لو عندك ماء كثير لماذا تسرف؟ وإهراقك فضل إنائك، وأكلك التمر، ورميك النواة ها هنا ها هنا ها هنا وها هنا. طبعا هذا المقطع، في ذلك الزمن نواة التمر كان يستفاد منها للتدفئة، لأنه شيء إلى أن يحترق يحتاج فترة، مثل الخشب يعتبر، في ذلك الزمن كان يستفاد من النواة، اليوم طبعا لا يستفاد عادة من النواة، عادة في بعض البلاد في بعض المناطق يستفاد منها، في أكثر المناطق لا يستفاد. في ذلك الزمن الذي يستفاد من النواة، لماذا تلقي النواة؟ لأنه لا قيمة له، نواة كثيرة موجودة، حتى لو كثيرة ما دام شيء يستفاد منه لا ترميه. حديث شريف أخير، الحديث في الكافي الشريف، فقط نعترض على الآخرين، لا، القضية عندنا أيضا. في الكافي الشريف حديث موثق عن سماعة، طبعا سماعة ثقة جليل، الموثق بسبب تلميذ سماعة زرعة، لعله من الموثقين، سماعة شخصية جليلة،
موثق السماعة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: فإنه هاي المشكلة، المشكلة في هاي الرواية، فإنه رب فقير أسرف من غني. نعم، فقير يسرف، نعم فقير ممكن يسرف، أسرف من الغني، كلام غريب يعني. هو استغرب، سمعه أيضا استغرب، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الغني ينفق مما أوتي والفقير ينفق من غير ما أوتي. الغني يشتري شيئا أكثر من حاجته، عنده يشتري شيئا أكثر من حاجته، هذا إسراف. الفقير ما عنده ويشتري شيئا أكثر من حاجته، هذا أشد إسرافا. عنده مبالغ ويشتري سيارة أكثر من حاجته، خب هذا إسراف. الفقير ما عنده يقترض ليشتري سيارة أكثر من شأنه، تكفيك سيارة بألف دينار، ألفي دينار، 5000 دينار، أي مبلغ، يذهب يقترض ليشتري سيارة ب10000 دينار. لماذا؟ لأنك تحتاج، عائلتك عائلة كبيرة تحتاج إلى سيارة كبيرة، لا بس هذه حاجة، هذا ليس إسرافا. لأنك تحتاج أن السيارة تكون سيارة جيدة، لا تتعبك، لا تأخذ وقتك، عمرك ثمين، لا بس، معقول، ليس إسرافا هذا. لا، لأن هذه السيارة سيارة جميلة، لأن أصدقائي عندهم مثل هذه السيارة، أنت فقير حتى لو كان أصدقائك عندهم هذه السيارة، إذا هم يسرفون أنت يلزم أن تسرف؟ هم يسرفون وعندهم، أنت تسرف وما عندك. هذا موجود في حياتنا أم لا؟ كم من الأشياء نشتريها بقرض من دون حاجة، يمكن أن نكتفي بأقل منها، لا القرض متوفر، حتى لو كان متوفرا ما عندك، اشتري الشيء الذي تتمكن منه. إن الغني ينفق مما أوتي والفقير ينفق من غير ما أوتي. شخص سمع شخصا يقول: لا خير في الإسراف. فقال: ولا إسراف في الخير. الإنسان يحتاج حاجات جسمانية، يحتاج حاجات نفسية، الحاجات تختلف، الشاب يحتاج إلى تغيير أكثر من الكبار، النساء يحتاجن إلى التغيير أكثر من الرجال بالمقدار الذي هو حاجة حاجة، لا بأس. الشاب يعيش مثل عيشتي؟ لا، الشاب يحتاج إلى تغيير، روحه نفسه عفوا نفسه تحتاج إلى تغيير، لا بأس، بمقدار حاجته الجسمانية، بمقدار حاجته النفسية لا بأس، يشتري يغير، معقول. أكثر من حاجته أو بطريقة غير طبيعية، طريقة المسرفين، لا، أريد أن أشتري وجبة عشاء، وجبة غداء، أو أريد أن أشتري دارا، لا فرق، أو أريد أن أشتري أي شيء، امرأة تحتاج إلى زينة، هذه حاجة لا بأس. عندما أريد أن أشتري شيئا، أريد أن أصرف مالا، أريد أن أخذ شيئا، هذا الشيء أحتاجه لا بأس، حاجة جسمانية حاجة نفسية لا بأس، بمقداري بمقداري عند العقلاء عند المعتدلين لا بأس. لو صرفت آلاف مؤلفة من الدنانير، يشتري الإنسان عطرا غاليا جدا، الغالية كانت تسمى، قرأنا قبل فترة هنا في الليالي قرأنا بعض الروايات الشريفة، يشتري الإنسان الغالية، نوع مميز من العطر كان في ذلك الزمن، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول نعم يشتري لا بأس، عطر غالي بالفعل، غالي كان، عطر رائحة جيدة، عندك أموال اشتري لا بأس. ولكن الإمام بيّن له شيئا مهما، قال له مضمون كلام الإمام، أنه أنت عندما تستعمل هذا العطر، هذا العطر رائحته تبقى،
بعض العطور رائحة العطر تبقى ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، خمس ساعات، لا بأس. بعض العطور رائحتها تبقى أسبوعا. أنت لماذا تستعمل مرة ثانية؟ اشتري، اشتري الغالية بثمن باهظ ما يخالف، لا بأس. ولكن هذه الغالية، هذا العطر تحتاج أن تستعمل منه في الأسبوع مرة. لماذا تستعمل ثلاث مرات، خمس مرات، سبع مرات؟ الرائحة باقية موجودة. هذا نفس إسحاق بن عمار على ما ببالي، سأل من الإمام، الإمام بيّن له هذا الشيء وهو التزم. طبعا إنسان ثري كان إسحاق بن عمار، من الأثرياء، هو وأخوه إسحاق وإسماعيل أثرياء كان. الإمام قال له اشتري، ولكن استعمل بالمقدار المعقول، لا بالمقدار الذي عندك، بمقدار حالك لا بمقدار مالك. عندما نريد أن نصنع شيء، أن نشتري شيء، أن نستفيد من شيء، نجعله في هذا الميزان. أحتاج أم لا؟ لا أحتاج، خلاص أحتاج، ولكن أكتفي بشيء أدنى من هذا، أكتفي بمقدار حالي ووضع طبيعي، لا بس أكتفي بالأقل. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، إلهي أنت كما تحب، إلهي أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.